وبنهاية صباحنا لليوم حنروح لمحطتنا الثقافية ولمهرجان الأغنية السورية بنسخته الثانية اللي بلش نهار الأحد بقصر العظمة، وكان في مشاركات كتير من المحافظات السورية من مغنيين وموسيقيين. طبعا رشا وهي الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو نزيه أسعد، ومستمر المهرجان لغاية مساء اليوم، ورح نتعرف على تفاصيل هذا الحفل وتفاصيل أكثر اليوم ونحكي حول الموضوع ضمن صباحنا غيره مع الصحفي إدريس مراد وهو مؤسس مهرجان الأغنية السورية التراثية. يسعد صباحك أستاذ. صباح الخير. صباح الخير أستاذ إدريس. بداية نقول يعطيكم ألف عافية لكل المجهود، اليوم مانك نايم حضرتك أكيد، تعب وسهر وبروفات يعني لتكونوا على قد المسؤولية، كون عم نحكي نحن اليوم عن مهرجان الأغنية السورية، اليوم شو اللي اختلف عن السنوات السابقة؟ يعني مسألة التراث السوري هو تراث غني جدا، في متعدد الألوان ومتعدد البيئات، طالما في غنى بهذا التراث فلازم يكون بكل دورة من المهرجان يكون في شيء جديد. فموضوع يعني انا دائما بحكي انه مساله التراث لازم يتقدم، وخاصه الغناء واللحن لازم يتقدم مثل ما هو بدون زياده او نقصان، مع ممكن الكتله الموسيقيه الكتله الالات الموسيقيه تكون اكثر، ممكن يكون في توزيع موسيقي طفيف للحفاظ على الهيكليه الاساسيه للحن التراثي. فانطلاقا من هون عمليا نحن بنقدم التراث الغنائي مثل ما هو، فغنى التراث السوري بيعطينا انه لازم يكون يعني كل سنه كل دوره يكون في الحان جديده اغاني جديده اصوات جديده. انا دائما بحاول انه اقدم الغناء السوري بكل روحه وبكل احساسه. نحن بنعرف انه البيئات البيئات المتنوعة والمختلفة بيعطي يعني خصوصية بالأداء وخصوصية باللحن وخصوصية حتى بالكلمة. فنحن بنحاول دائما بالأشياء اللي عم بقدمها اللي لها علاقة بالتراث، سواء مهرجان الأغنية السورية التراثية أو حتى النشاطات الثانية، انه كل واحد او كل مغني او كل فنان يعزف او يغني من بيئته، بعكس شيء او بخلاف الشيء اللي عم يصير كثير على مسارحنا. مثلا احيانا الكورال الواحد يقدم الكثير من الالحان والكثير من الانماط الموسيقيه السوريه لمحافظات سوريه، او حتى في بعض المغنيين عم يأدوا مثلا غناء، ففي كثير من النجوم قدموا مثلا الغناء المردلي مثلا. ولكن يعني اكيد يعني بشكرهم بوجه لهم التحيه انه عم يقدموا شيء اصيل من الغناء السوري ومن التراث السوري، هذا النمط الغناء اللي ينتمي للجزيره السوريه. ولكن كان في كثير من النقص في ادائهم، باعتبار هي لهجة خاصة وإحساس خاص، فلازم يأدوها أصحابينا حقيقة، أبناء المنطقة. ولذلك مثلا بالغناء المردلي بهذا المهرجان كان في مغني جزراوي، وأيضا بالغناء الأرمني كان في هناك مغني أرمني، وبالغناء الكردي كذلك الأمر. فهذه المسائل أنا عم سر عليها، مسألة يعني حتى تقدم التراث السوري كما هو لازم يكون من خلال اصحابنا. بالنسبه للجديد كان في اغاني جديده طبعا غير الشيء اللي تقدم السنه الماضيه. لانه اذا بدنا نعمل مهرجان قوامه 50 يوم ما فينا نعطي او نغطي الجغرافيه السوريه من ناحيه الموسيقى. فراح نستمر نقدم الحان جديده واصوات جديده بكل دوره من دورات سوريا ولادي. دائما استاذ بالمواهب. أكيد أستاذ، كانت المشاركة طبعا من مختلف المحافظات السورية، وكانت الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو نزيه أسعد. نعم. شو كانت هي أهم المحطات والفقرات اللي تضمنها المهرجان؟ طالما كان في تجهيز خلال أشهر لهذا المهرجان، أو فينا نحكي خلال السنة اللي مضت، يعني طالما نحن قدمنا
المهرجان السابق، فكنا عم نجهز للمهرجان اللي بعده. تمام. فأعتقد كل الفقرات كانت مهمة، ولكن أهم شيء كانت في سوية واحدة حقيقة. امبارح كان في مغني معنا من دير الزور قدم التراث الفراتي يعني في المنطقة دير الزور خصوصا. واليوم في عندنا مثلا ايضا مغني من منطقة الرقة، يعني تخيلوا انه ما بين الرقة ودير الزور، يعني قد في يعني حتى الاحساس ايضا يتغير. كنت عم اقول لك تحت الهواء انه قد ايش المناطق الشرقية في احساس عندها تماماً بشكل كثير كبير. فالاسكندر عبيد امبارح المغني قدم مشهد جميل جدا، وايضا كان هناك مغني من الساحل السوري اسمه بشار النظام ايضا قدم الجفلة والاغاني الساحلية الحقيقة التراثية الجميلة. يعني انا مشكلتي لما بطلع على الهواء بنسى اسماء، ففضل اني ما اجيب، بس انا ما 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 اجيب سيرة الاسماء، ولذلك فيني احكي انه يعني كل الفقرات كانت على سوية واحدة، الا يعني احيانا في بعض المشاركات قليلا الخفيفة. من الفرق صغير يعني، بس عمليا المشاركات كلها يعني احيانا مثلا نحن ما فينا نجيب فرقه قوامها 30 عازف كلها من محافظه واحده، لانه طالما يعني اذا في غناء مردلي نجيب كل العازفين، صعب جدا. الموسيقيين مثلا في بعض الايقاعات عليهم صعبه جدا لليوم، يعني ايقاع جورجينا مثلا اللي معروف فيها الجزيره السوريه صعب على كثير من الموسيقيين حتى الاكاديميين فيهم. فاحيانا بصير هذا الخلاف الصغير ما بين الموسيقى والغناء، فعم بحاول انه زج بالاوركسترا بعض الالات الموسيقيه التي تنتمي الى هذه الثقافات. مثلا بالغناء الارمني حاولت، امبارح كان في بالغناء الشركسي مثلا كان في اله البربان، هي آلة إيقاعية شركسية، وآلة الأكورديون، يعني هذول يجوا خصيصا ليشاركوا الأوركسترا مشان يرافقوا غناء الشركسي. والأغاني الثانية حقيقة كمان عم نحاول مثلا آلة الجنبوش وآلة الطنبور وآلة البزغ، دائما احنا عم نحاول انه نعطي هذا الروح من خلال هذه المسائل. عموما انا اسف جدا، بس عم نقول لك يعطيك الف عافيه، اليوم تعبان اليوم عندي بالصدر شوي صح. فعموما نحن عم نقدم هذه الثقافات لانه من الضروري جدا انه السوريين يعرفوا، نحن كسوريين نعرف ثقافتنا، هي الثقافه الغنيه وخاصه من الجانب الموسيقي. من الضروري جدا يعني نحن ثقافة، نحن نعرف بموسيقى ساحل حوران، وأيضا أهل الجزيرة يعرفوا بالساحل، والساحل يعرف بأهل الجزيرة. كثير مهم هذه المسألة، هذا ما أعمل عليه حقيقة خلال كل نشاطاتي، أنه نغطي كل الجغرافيا السورية الموسيقية، ونعرف الجمهور السوري على هذه الثقافة الغنية والقديمة. صحيح أستاذ إدريس، مثل ما قلت اليوم المهرجان هو صار حالة لكل السوريين وتعودنا عليه، وأكيد اليوم مهم نتعرف على ثقافات المناطق الأخرى. وإذا لاحظت اليوم يعني حتى جيل الشباب عم يرجع للفرق الجديدة اللي عم تغني التراث السوري، يعني رجعنا نسمع أغاني كتير حلوة. اليوم خلينا نركز كونه اليوم هو اليوم الأخير بالمهرجان، نحكي اليوم شو هي الفعاليات وشو الفقرات، كرمال أي حدا اليوم هيك عم شوفنا حابب يستفيد من آخر يوم فرصة. يعني هلا نحن قدمنا يعني غطينا كل المناطق السورية بهذا المهرجان. اليوم هو الختام، راح يكون معنا من تراث رقة، رقة جرابلس، هاي المنطقة لها خصوصيتها، يعني مدينة جرابلس كمان لها خصوصيتها في الغناء، فيها عديد من الثقافات أيضا، وهي منطقة حدودية. نحن بنعرف أنه هذا الحدود ما يسمى بالخارطة التركية، الآن ما كانت موجودة المنطقة اللي تقابل مناطق سورية، هي أيضا مناطق سورية، فهذا الاختلاط
الأرمني الكردي العربي موجود أيضا بجرابلس، فهناك غناء عربي من راح يكون من تراث الفرات الرقة، وأيضا راح يكون في قدود حلبية اليوم، وغناء كردي راح يكون موجود اليوم أيضا. من أي ساعة لأي ساعة؟ من السابعة ونصف حتى التاسعة. بدك تروحي؟ والله إذا بخلوني أولادي بروح. يلا بنروح سوا. كل التوفيق لكم وشكراً لحضورك اليوم. شكراً أستاذ، نتمنى لكم التوفيق، ومن خلالك بدنا هيك نحيي جميع المغنيين، الفرق الموسيقية، الأشخاص اللي حضروا من جميع المحافظات السورية اليوم. مثل ما قلنا المهرجان هو حالة صار ثقافية لكل السوريين. نتمنى لكم التوفيق، ودائماً ننتظرك بأشياء جديدة بتجي بتخبرنا عنها، ونرجع بنقول هيك حابين نسمع شي بزق بحلقات قادمة. شكراً جزيلاً، شكراً أستاذ، تعاونكم الدعم. شكرا جزيلا. اهلا وسهلا، وشكرا.